هناك أشقاء من الدول العربية مثل ما ذكرنا من جمهورية لبنان ومصر والمغرب أيضا. نعم. كل التوفيق أيضا لحكامنا أيضا في هذه النهائيات. نقول بسم الله وبدأت الطلقة الأولى. نعم. اللبناني طبعا هو أول واحد راح يرمي طبعا أصابة عنده. إلي طبعا هذا معروف من أبطالهم اللي هو الرامي اللبناني. الرامي اللبناني إلي. طلال رمى بعد. الحين دور المغربي. المغربي. نعم. زاكي اللي هو صاب. إصابة. عندنا نفس اللاعب اللي قبل شوي شارك بالنهائي حسان من مصر. نعم. كوري حسان كوري. هو حاليا عنده الدور هو إن شاء الله بيرمي. حسان كوري من جمهورية مصر العربية. نعم. استعداد والجاهزية و. انطلاق الطابق و. ريت نشوف السكور بس عشان هذا عبد الرحمن بعد عبد الرحمن الفيحان نتابع السكور. عبد الرحمن الفيحان الكويتي إصابة كلهم إصابة كلهم بعد لا عندك المصري عندك المصري عنده زيرو عنده زيرو عنده خطأ واحد. نعم. هذه إصابة فيحان إصابة أول طبق. نعم. فيد الآن رؤية الأطباق واضحة الوقت هذا والساعة هذه أخوي يوسف النتائج تجي عالية والأطباق واضحة لأن إحنا ميادين تفتح شرق. نعم. الشمس تصير بظهر الطبق تعطيه لمعان ورؤية واضحة جدا واضحة. نعم 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 يعني شوف حتى الحسبة في عملية الطقوس يعني حتى حركة دوران الشمس لما طبعا ميادين تفتح شرق شمال معروف بالضبط من تصير الساعة من الطوف واحدة الظهر ثنتين الظهر خلاص يصير الطبق الشمس تصير بظهرة الرامي عينك ترتاح الشمس بظهرك وتساعد على النتائج العالية طبعاً وتساعد أنا قبل شوي كلمت فهيد قبل الفاينل هذا طبعاً قلت له ليش نزل مستواك بالفاينل فقال لي أنا متواجد في اختبارات الجيش الضباط متواجد من الساعة أنا يقول أنا صحيت الصبح مع صلاة الفجر واتجهت لاختبارات الجيش وبعدين الرياضة وبعدين على طول لأن الحين شاهدون فهيد طبعا مرهق جدا هو من الساعة تقريبا 4:30 قايم من النوم ورايح للدوام وخلص من الدوام على طول إلى على البطولة يعني الله يعطيه العافية صراحة يعني يشكر صراحة بطل يعني حتى لو ما حصل شيء فهيد أنت تعتبر بطل من أبطال العالم. نعم. والأولمبياد فإنه متلمسي لك العذر صراحة يعني ما حد يختلف على اسم فهيد الدحاني اسم ذهبي واسم أولمبي والعرب كلها عرفت منه فهيد الدحاني في سماء وعالم الرماية بطل ونجم ومثل ما قال أخوي أبو حسين يعني اليوم كان يعني جدول مزدحم قسم جدول بين العمل والبطولة يشكر عليه أبو فهيد وهو مثال للرماة الآخرين هو حقيقة تقال هذه يعني إن الفترة طافت كلها حتى في معسكرنا كان يداوم الرجل في الجيش بما أنه عقيد ومستلم قسم ترقيات نعم فكان وقته موزع بين النادي وبين الرماية بين الرماية والعمل عفوا نعم وهذا يأثر عليه طبعا وبطل ما قصر يعني الدبل تراب جاب لنا ذهبية واليوم داش متصدر جميل الله. جدا الحمد لله يعني يا أخي أنا ملاحظ أن أغلب الرمات الكويتيين بعد حتى لو يكون قاطع هذا أنت ومشفي وأيضا مثال الرمات دخلتوا هذه البطولة هذه يعني تعطون الحافز حق اللاعبين الشباب الناشئين تكون أسماء حلوة يعني همكم الحافز للاعبين صقل المواهب عند الرمات وأيضا نجاح البطولة هو همكم طبعا هذا شرف لأي شخص أن يشارك بهالبطولة احنا لما نشارك حتى لو ما نكون يعني نعم. مستعدين او نكون مشغولين في اشغالنا الاداريه رماتنا يستفيدون واجد شرف عظيم لنا ان نشارك في هالبطوله بغض النظر اذا كنا مستعدين او برنامجنا غير مستعدين انا بالنسبه لي اتكلم عن نفسي انا اهم شيء عندي رماتي الرمات طبعا داشين البطوله العربيه مدير المنتخب الفريق اللي ما قصر جاب لنا ذهب الفردي والفرق ما شاء الله تبارك الرحمن راضي على مستواه ومزيد طبعا راضي جدا الحمد لله والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله ابو حسين يلا شو نقول طبعا انت تشوف الحين الرامي اللبناني لا هاي اللبناني طبعا اصابه لحد الحين ولا خطا نعم هو مستمر لحد الحين بدون خطا يعني اتوقع انه هو متصدر حاليا راح يكون المنافسه اتوقع بين الاول
والسادس. الأول الأول والسادس طبعا. عندك الحين شو اسمه رقم ثلاثة المصري مستمر لحد الحين، يعني راح يكون بين اللي ما أخطوا لحد الحين هو بينهم المنافسة. أتوقع ما راح يستمر على الوضع هذا، ما راح يستمر. الضغط النفسي ما راح يبلش إلا بعد يعني بعد 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 بعشر أطباق، بعد عشر أطباق راح تشوف أتوقع يعني في أخطاء. المصري حسان الكوري هو اللي مساعد نعم هذا خبرة ورامي قوي مميز. أضف على ذلك الرامي إلي من الرمال اللي عندهم خبرة نعم، ورامي قوي، وأنا شخصيا شاركت معه بطولات واجد، منافس قوي هالرجل. أعرف عن قرب أبو مزيد. نعم أعرف عن قرب، الرامي قديم بالمنتخب اللبناني، وسبق أن تنافسنا معاه بطولات عربية وبطولات آسيوية، وتقابلنا معاه ببطولات عالم، تصفيات بطولات عالم. نعم رجل يمتلك خبرة ناعمة، رمايته ردة فعل الرياكشن سريع جدا، يعني كل مواصفات الرامي الجيد متوفرة بالرامي. أبي الاتحادات العربية يعني تأهيلهم وإعدادهم لي شوفون يعني على حسب إمكانياتهم أبو مزيد. طبعا في الآونة الأخيرة يعني خلينا نقول في الست سنوات الماضية منتخب قطر ومنتخب الإمارات بدأ يجي نعم وصل مرحلة لا بدأ يجيهم دعم يعني غير محدود. طبعا احنا ما نقول الكلام هذا، احنا الحمد لله مو ناقصنا شيء، لكن احنا نتكلم عن كتاريخ الكويت. طبعا الكويت رواد بهالعمل هذا. نعم ولكن انا اقول لك في السنين الاخيره ما شاء الله يعني بدأ تظهر عندهم مواهب. الامارات يعني تظهر عندهم الشيخ يمكن اخوي مشفي يلعب نفس لعبته، الشيخ جمعه المكتوم واخذ الكوتا وشارك معانا في اولمبياد لندن، وجاهني ورمى البطوله العربيه اللي فاتت بعد ارقام طيبه وفاز واخذ فضيه. بالنسبه لقطر عندنا راشد العذبه يعني من الرمال المخضرمين جدا، وراشد يعني انا اذكره كنت ارمي معاه من 98 تقريبا راشد. نعم من اول دخول للنادي كنت انا واخوي مشفي واخوي فهد في فريق الدبل تراب مثل الكويت. نعم فاذكره من السنين هذيك ما شاء الله، ورجل بطل في الاولمبياد معي طبق واحد عن الفاينل كان. ابناء العذبه اسره العذبه معروفه في مع نعم القطريين. مع يعني قطريين قطريين العذبه صراحه يعني متالقين في لعبه الرمايه وصراحه ما شاء الله عليهم يعني يعملون لرفع علم بلادهم صراحه يعني مجتهدين جدا مجتهدين جدا يعني وجه تحيه لهم ابطال صراحه من ذهبهم. انت الحين في توقف عند المغربي في ما ادري في مشكله ممكن الاطباق يمكن التوقف من الحكم، تاكد من شغله ما يأثر على الرومات الثانيين. لا ما يأثر. هذه بندقية فهيد طبعا. أنا أعرفها لأن مشابهة حق بندقيتي. بالضبط. إيه لأن إحنا الوحيدين اللي عندنا. الجرافيت الجرافيك ولا هذا الأبيض. أنا وحمد وفهيد متشابهين في البنادق. حمد العفاسي نعم. وفهيد أنا فهيد. طبعا بندقية التراب مو بندقية دبل تراب. نعم. التراب. إيه نعم. عندك المصري عندنا زيروين الحين. ينتظر بس حسان كوري المغربي حد الان يعني طبعا شوف انت شوف الحين ايه شوف المغربي في 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 شيء طبعا شوف كذي يفقد تركيزه اللاعب. شوف الحين طالع طلال شوف طلال شوف طلال المحطه اللي هو اخر واحد اخر واحد المفروض ما يلتفت انه بس يركز على في شوف الحين اعاده الطبق المغربي لانه طلع مكسور واصابه لازم يعيد له. طبعا المكسور ما راح ياخذ سرعته الحقيقيه بالضبط طبعا اسهل الحين يكون في اختلال في توازن طبق المصري ما التفت شوف مركز ايه سيده غير ايه طلال ايه اللي ذكرته ايه غير طبعا اثنينهم هذول هذول ما يلتفت لانه اذا التفت يشتت تركيزه. وجهه نظر صحيحه يعني سليمه ابو حسين اصابه حق المغربي عاده وخرج شكله سليم حاليا المغربي واللبناني هم اخطوا لحد الحين هم كل الاطباق بونو كل الاطباق طبعا اصابه هذا المصري هذا المصري حسان الكوري بونو نعم من تشوف الدخان الاحمر هذا الفلاش هذه اصابه بونو نقول اللوحه الحين شوف عبد الرحمن ما شاء الله اصابه ممتاز عبد الرحمن في حال هذا في يدي حاني
تنقل من المحطات 3-3 هذا النظام الجديد 2-3-4 طبعا هم الحين عندنا عبد الرحمن وفهيد لاعبين فاينل قبل شو اسمه معهم المصري حسان الكوري طبعا في يعتقدون يقول لك ان بعض يعني بعض اللاعبين يقول لك هذا الدش فاينل الاخر يبي يخف الضغط بالعكس راح يزيد الضغط الضعف لان عنده فاينل خلص وفي ما انجز يبي يحاول انه ينجز فيزيد يزيد الضغط عليه بالفاينل نعم تفرق الخبره يعني أنا عامل الخبرة هي طبعا عامل الخبرة أي نعم الإنسان اللي محتك ومشارك واجد يقدر يسوي كنترول على نفسه ويسوي كلوز وخلاص طبعا هذا دليل على التجارب السابقة طبعا يعني الرماد الثلاثة اللي داخل خلف هيد حالة خاصة طبعا أنا شارك بالكثير من بطولات بطلنا تكلم عن طلال وعبد الرحمن أعمارهم صغيرة لكن لو تسألني كم شاركوا بطولة دولية أقول لك يمكن 20 بطولة دولية شاركوا فيها الحاجز هذا كاسرينه من زمان مشبعين بالبطولات طبعا وشاركوا فيها بارقامهم تاهلوا للبطولات هذه جميل جدا نعم. انا سبق وقلت لك الرامي الي هذا اللبناني خبره اذا تلاحظ للحين ما عنده اخطاء ترى اللبناني نعم تابع فوق نعم. نعم طبعا هو 6 من 6 وال الرشيدي طلال اللي هو ابن الرامي البطل عبد الله الطرقي رشيدي مع انه ما راح للعبه اللي هو والده يزاولها اللي سكيت اتجه الى لعبه ثانيه لعبه تراب صراحه يعني ابدع فيها طبعا هو عنده وورلد تشامبيون جونيور طلال رشيدي بطل العالم اي بطل العالم في الجونيور طلال عبد الرحمن وسعود ثلاثه عندنا اي نعم هذا طبعا الجونيور اللي هم ما يتعدى عمره اكثر من 19 سنه جميل طلال وعبد الرحمن وفيحان وسعود المغلي نعم وهذول كلهم من مدرسه رامي 2000 اللي تكلمنا عنها اللي تكلمنا عنها تراها انا وفيها نعم نعم يعني المشروع يمكن ما ينجح وكانت جهود طيبه من اخوي المهندس دعج العتيبي نعم يذكر عليه نعم. يعني ابو كان مشروع بسيط في سنه 2000 ميزانيه محدوده يعني كانت بذاك الوقت سبحان الله وهذا ثمار وهذا ثمارها طبعا نعم. بس كان مقابلها جهد جبار طبعا طال عمرك احنا المدربين عقود وتنتهي عقودهم لكن نعم. المدرسه بالذات ما لها مستمره ومتابعينهم للنهايه يعني يروح مدرب يجي غيره يهمنا جدا الجونيور نعم هذا هذا الرديف ما شاء الله نعم يعني ابطالنا الله يطول بعمرهم امثال عبد الله الطرقي وفهد الديحاني ابطالنا قمه في العطاء لكن لازم عندنا بعد اعمار صغيره حق المستقبل ابو مزيد ايش رايك بالبطل اللي يمي محلل الان مش مطير ايش رايك فيه مشروح انا رافقته في المنتخب تتابع 4 سنوات انا وياه وفيد كنا في المنتخب وحققنا كثير من الانجازات ابتداء باسيا الفرق طبعا واخذنا فضيه العالم في الهند سنه 2000 انتزعناها انتزاع وكانت اخر جوله لاخوي مشفي تذكرها وكان لازم يرمي 47 ورمى 47 واخذنا الفضيه يبتسم هو الحين يبتسم لانه كان عليه ضغط زايد يعني هذه كانت البطولة اللي يعني صراحة أطلبوا مني الشباب إن ما لازم أجيب رقم يعني ما ينزل عن هذا ما ينزل عن الرقم هذا وإحنا لو ما يعني لو ما عندنا ثقة تامة في مشفي إنه يستحمل الضغط ما كلمناه مو رامي أنت قدرت تجي وتكلمه طبعا لا يكون رامي يعني بطل ورامي خبرة نعم. دخلت الجولة الأخيرة وأنا يعني أحمل يعني صراحه يعني وعود من الشباب وان انت راح ترمي زين وانا راح يعني حمل كبير نبي الفضيه وقدرت يعني صراحه باخر طبق يعني مع انه كان في هواء كان يومه كان في هواء كسرت الحاجز وحصلنا على ميداليه كان وياك ابطال المسابقه اي نعم كان معانا اي نعم كان معانا الفريق الاول كان ايطاليا الفريق الثاني كان الكويت الفريق الثالث كان الهند الرابع كان روسيا الخامس كان الانجليز كانت يعني ملحمه البطوله بالهند سنه 2000 نيودلهي وبعدين اي بطوله كانت ابو مجد كاس عالم كاس العالم نعم كاس العالم نيودلهي 2000 نيودلهي 2000 نعم نعم وكان مش في احد الفريق انا واخوي مش في وبطلنا الاولمبي فهد الدحاني انا خلصت وفهد خلص بقيت اخر جوله على مش في للفرق وما خيب ظن ابو حسين كان على مش في نعم حاليا نشوف انت قاعد تشاهدون طلال طلال رشيدي طلال رشيدي نعم اصابه جميل جدا اصابه طبعا طلال يعني التعليم
طريقة الرماية أبوك كأنك تشاهد عبدالله الطرقي رشيدي يعني والده الله يطول بعمره. هذا الشبر من هذاك الأسد نفتخر بطلال. تدريب 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 وطبعا متابعة. تجهيز ومتابعة من والده من والده الله يطول ولكن بعمره. ولكن الشغلات الإدارية والشغلات اللي هي يعني في اي نعم من عن طريق مدير منتخب محمد مزيد الدحاني صراحة يعني متابع لكل صغيرة وكبيرة في لاعبينا من طبعا من البندقية إلى لبس إلى كل شيء حتى يعني حتى في دواماته يعني دواماتهم أو في مدارسهم يتابعهم ويتابعهم يعني هذا دور الإداري ولكن الإداري الناجع اللي على عاتقه أمور كثيرة بمتابعة الرماة. اليوم شفنا اليوم أيضا شلون اللاعبين أو الرماة اليوم علاقتهم مع أبو مزيد يعني كمدير لعبة ومدير منتخبات اليوم يعني جميل والله قاعد مثلًا روح الأسرة الواحدة بروحكم وعطائكم وأيضا في الميدان ما شاء الله عليكم نجوم وأبطال. نعم إحنا المفروض هو المفروض طال عمرك المفروض أن محمد يكون متواجد خلف الفاينل مباشرة بالضبط إيه. لكن طبعا كلمنا وقلنا لازم تشاركنا يعني في البداية طبعا رفض لكن عن طريق ضغط يعني وياك قدرنا أن ناخذه معانا في التلفزيون وهذا بس كان مميز اليوم ابو حسين اليوم نسميه يوم محمد مزيد الدحان اليوم مميز في التعليق مميز ان شاء الله بالعطاء وهذا انا وياك من زمان من الانطلاق هذا اليوم كان هو يعني هو راعي مكان وحمد الرويسان ايش قاعد يسوي الحين قولوا لي خير والبركه حمد الرويسان عند المشغل طبعا حاليا عند المشغل هناك يعني في شيء نعم في 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 مشكله في الاطباق مكسوره نعم كنترول داخل الكشك الصغير نعم داخل غرفة الكنترول نعم. ما يبين معاكم لا يبين بس في خلل يبين عنده جهاز تحت يبين انه في خلل الماكينة الفلانية طبعا هو نعم. تحت 15 ماكينة للعبة التراب 15 ماكينة نعم للعبة التراب الدبل التراب 3 مكاين 7 8 9 لعبة تخدش نعم. فيه نعم نعم التراب 15 ماكينة و9 برامج مختلفة اتجاهاتها فلما يصير في عطل يعطينا رقم الماكينة ممكن نوقف الماكينة اذا ما في مجال ونستغني عنها بوحدة من اليمين أو يسارها ايوه اي لا من 15 تصير 14 تصير 14 ممكن ايه عادي يقدر يتخذ قرار للحكم يقدر يتخذ لانه ما في فرق بالمسافات بس الاتجاه يمكن اللي يختلف ولا شيء بسيط جداً. ممكن يتعدل يصير على نفس اتجاه المغربي طبعا عدل الفترة هذه اللي هي صار فيه توقف نشوف لما يصير فيه توقف يقل التركيز ويقل اي طبعا اي نعم فهو توقف ورجع مرة ثانية بإصابة هذا شيء طيب يعني يعني هذه اللاعبين ميزة الميزة في اللاعبين بعض انا عندي ميزة يعني دائما المدرب يتكلم عليه يقول انت حتى لو توقفت اللعبة ما افقد تركيزي ارجع مرة ثانية واكمل الجولة ما بلش في خطأ هذا يعني الحمد لله ميزة بفضل الله يعني اتمتع فيها صراحة شفنا طبقها المغربية الحين نعم. بعد التوقف هذا بعض اللاعبين اذا توقفت اللعبة يتشتت يعني التركيز يتشتت يعني شوف هدي حالي نزل بندقية اسمحها القانون نعم بطل البندقية ما احيانا اخوي مشعل يمكن في شغلات غريبة على الجمهور لكن حقائق هذه لو حشرة صغيرة طبت على الماسورة المجرى راح تخليك ما تشوف القمحة الحمراء اللي هي الرب نسميها يعني دقيقة جدا 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 طبعا لان انت ارتفاع خدك لما ترص عينك راح تشوف الجسر خط كامل خط واحد ممكن لو حط 50 فلس فوق المجرى ما تشوف القمحة تسكر طبعا تسكر طبعا اي حشرة صغيرة تأثر نعم تسكر بندقية الغامل هذا الجسر نسميه الجسر يعني نعم الجسر نعم الجسر نعم بالضبط نعم بالضبط جسر البندقية نعم جسر البندقية نعم انا تكلمت على الشغلات هذه الجرافيت ولا خصوصا الاوروبيين الجرافيت يعني تفنن فيها فينا طبعا والاسعار البنادق انت لما تطلبها من المصنع تطلبها ماكينه بيضاء وعليها جرافيت نفس مكاين اللي عند اخوي فهيد ومش في حول الفاسي دبل تراب تختلف نعم هذه كانوا في سنه من السنين يعني انجازاتهم ما شاء الله كان قبل يتوقف اخوي فهيد عن الرماية لانه توقف فتره عن الرماية بعد اولمبيات سيدني نعم فكان مستواهم يعني كان فريق الذهبي يحسب له الف حساب الفريق سبحان الله وكان كل بطوله يروح ياخذ ميداليه من غير فردي فريق لازم ياخذ ميداليه ف مكرمه من ابو صباح طال عمرك نعم. امر لهم بتفصيل هالبنادق هذه زياده سعرها تفرق الفريق كامل للفريق كامل بما ان هذه انجازاته يستاهلون ان نميزهم بجرافيت حلو ولون حلو يستاهلون اي والله ما زلت تحافظ عليها ابو حسين وتربي فيها والله انا
طبعا بعد تغير النظام اللعبة تغير البنادق فضلت اني انا اسلم بندقية للرماة التراب لان ما خلاص ما راح تنفع معي. جميل جدا. فانا سلمتها احد الرماة ولا زال حاليا ارمي فيها لان انا ارمي لعبة دبل تراب وانا احتفظ حاليا في بندقية عندي طبعا من وزارة الداخلية مكرمة من وزارة الداخلية من تستاهل. الوكيل بتفصيل بندقية لإنجازاتي ولأني أنا أمثل وزارة الداخلية واتحاد الشرطة أمثلهم في الكويت وطبعا إنجازاتي فشافوا فقالوا لنا رح نعطيك نسلمك بندقية وهي يعني أغلى ما عندي صراحة. متى استلمت البندقية هذه؟ أنا استلمتها طال عمرك 2006 نهاية 2006 وكانت أول بطولة أول مشاركة وأول بطولة كانت بطولة غرب آسيا حصلت على المركز الأول فيها ما شاء الله في نفس البندقية بعد شهر حسن. بعد شهر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يقولك بعد شهر يعني فترة قصيرة جدا وعد نفسه في هذه البطولة صح صح. بنفس البندقية اللي جات أهداء من وزارة الداخلية. ما لا أنت إذا بدلت بندقية بيلك ثلاث شهور أقل شيء يلا تبدأ تغلى. طبعاً إحنا عندنا وزارة الداخلية عندنا. لكن هاي قريبة قياسات القديمة. وزارة الداخلية واتحاد الشرطة بالذات يعني مهتمين في لاعبينهم و. متابعة أكثر. نعم صراحة سعادة الفريق أحمد النواف صراحة يعني متابع جدا للعبة الرماية. نوجه له التحية يعني أبو نواف يعني رجل عسكري وأيضا رياضي في هذا المجال. نعم. نتابع الحين النتائج أبو مزيد السكور. نعم. عنده فيه الدحاني حاليا. ما شاء الله تبارك الله. وإصابة. نعم. إصابة البونو. نعم بونو. شوف تلاحظ المتصدر لحد الحين. اللبناني. اللبناني إلي قلت لك. إلي. تسعة. يتلونه ثمانية ثلاث أشخاص عنده خطأ واحد لا عفوا عندنا المغربي 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 متصدر عندنا المغربي وبعدين اللبناني نعم. اللبناني عنده خطأ واحد المغربي 10 من 10 10 من 10 بدون خطأ من أصل 15 وهذا اللبناني أيضا كمل الحين إصابة دقيقة نعم. يعني في منافسة انطلاقة قوية نعم إحنا إذا بدأ الجدول من واحد ما نحسب اللي تحته نعطيه لأن باقي لهم رمية نعم بعد الرمية إذا خلص السادس تبدأ تحسب للتوضيح للجمهور يعني الحين باقي خمس أطباق نعم آخر طبعا حاليا هو المتصدر المغربي هو متصدر انا قاعد اشوف حاليا مركز على اللبناني لو المخرج يحط لنا على البندق راح تبين انه في 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 ضغط عليه تشوفه باين فتح البندق مبين تشوفون لاحظ اللبناني في 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 رجفه في رجفه نشوف تشوفونه لو يحط المخرج راح يبين الضغط مخرجنا نعم طبعا كان اللبناني نعم نشوف البندقية ايه ثبت على ثبت على البندقية راح تشوفونها شوف باين النسم النفس نعم. خلص واضح ومتصدق بس خبرة رجل وانا اعرفه معرفة شخصية يعني رامي بطل طبعا في لاعبين في لاعبين يحاولون يوقفون الجولة نعم. لمدة 10 ثواني يحق له انه يوقف شوي ويرجع يعني يحاول انه يشتت تركيز الرماة لكن بالخبرة يعني بعض الرماد ما يهتم ما توقف لو توقف نص ساعه الجوله ما عنده مشكله ما يهتم بهذا الامر ما عنده مشكله محافظ على تركيزه نعم. وشفنا اصابه نعم. نعم. هذا البندق اللي نقول انا هذه بس اعتقد خلى لما يركب تشوفون شلون تهتز مع البندقيه هذه هي نفسها اي هذا هو نفسه كل الشكر طبعا لمخرج النقل الاستاذ عيسى الاميري شكرا لك استاذ شوف متابع ويانا طبعا ونشوف جميع الزوايا ونشوف هذا الرماة عبد الرحمن الفيحان شوف النتائج والسكور فهيد الدحاني زيرو خطأ مبين طلع طلع قبل طلع طلع بس النظام الجديد خلص ما في شيء اسمه متصدر هذا لو يركزون الحين بس لو يركز المخرج على بندقية اللبناني الحين شوف اللبناني شوف البندقية لما يوقف شوف شوف قاعد تحرك قاعد تحرك أو في البداية شوف شوف قاعد تحرك في حركة في حركة قبل قبل الطلب قبل الطلب في حركة لازم يكون في ثبات لازم يكون في ثبات والاستعداد نعم. وبعدين نعم. الطلب وبعدين شوف فعلا صح هذا الواضح اصابه احنا الرماة نركز في الشغلات هذه اللي هي
أول ما يطلب جزء من الثانية هذه نركز بها بعرف أنه هو في ضغط عليه ضغط. طبعا الرومات يطالعون بعض طبعا بالفاينل تشوفهم يعني بعض الرومات إنه يطالع الرامي يشوف أنه له يعني مركز يطالع في بعضهم يعني يشتت تركيزه للرومات اللي جنبه وفي بعضهم لا يحاول أنه يغطي على عيونه يشوف بعض الرامي المغربي مغطي على عينه اليمين وعلى عين اليسار ما يطالع يمين ما يطالع اليسار إيه ما يشوف يشوف سيده بس في الميدان بس نظره في الميدان وتركيزه نعم في الميدان نعم يسمح للقانون هنا ارتفاع توقع 4 سنتي 4 سنتي على حاجب العين نعم على حاجب العين نعم 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 ايضا مشاورات نشوفها من الحكم الجوري مشاورات ومساعد الحكم نعم الصوت يكون طبعا يحق للجوري التدخل في التدخل للرامي القرار انه يستشيره وطبعا هذا يعني شيء طيب يعني عشان الرامي ما يخسر اطباق وما يخسر لان الحكم في لعبه الرمايه يركز على 150 طبق تقريبا في الفاينل يعني في مساعدات في مساعدات من حكام ثانيين الله يعينهم نعم لكن القرار الوحيد اللي هو الحكم الساحة اللي هو الحكم الرئيسي حتى لو الجوري عطاه شغلات ما يعتمدها يعني يعتمدها مو شرط انه يكون يعتمدها لكن اي نعم لكن نعم القرار نعم القرار هم مساعدين له فقط نعم 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 هذا نشوف الان الرامي المصري خطا اللي هو طبعا قلت لكم راح تبين من بعد 10 الاطباق الحين شوف الضغط على الرامي اللي يحاول يسيطر على نفسه حاليا لازم يسيطر على نفسه في نعم اخر يعني في اخر 5 اطباق نعم فهد الدحاني نعم كمان ارى الان على الشاشه نعم فهد يعني المسابقه البطوله الامير والحين العربيه نعم فهد بشوف انطلاقه يعني فهد ما شاء الله انت قريب له يا ابو مجيد نعم من اللواعيب يكاد يكون يعني الوحيد حاليا في السنين الاخيره اللي يلعب لعبتين في الاولمبياد طال عمرك لما شاركنا الوحيد اللي لعب لعبتين فهد تراب والدبل تراب نعم نعم ولعب على شطف على الميداليتين واخذ واحده منهم سبحان الله بس اليوم نقدر نلتمس العذر نقول ارهاق العمل اليوم ارهاق العمل ولعبتين ولعبتين وفاينلين كل لعبه فاينلين يعني صح والنظام القديم لو محسوب النظام القديم خلص كان لا لفهد طبعا لنا طبعا فارق واجد عنه فارق عنه خلص صفر نبدا من جديد اي نعم ولكن لا زال في المنافسه المغربي نزل البندقيه المغربي يعني المغرب نزل البندقيه يعني شوف في مشكله بس ما زال هو مصدر في مشكله طبعا راح للحكم لتنبيهه قال ان شوف شو تتوقع قالها ولا شنو يعني يعني ارفع صوتك ارفع صوتك وانتبه للوقت انتبه للوقت ما يسمح بالتاخير الزايد شوف اشاد ولكن هو المتقدم حد الان فتح مره ثانيه لا ما اعتقد انه متقدم الحين يبين معانا طبعا مره ثالثه راح يعطيه المغربي ما زال هو المتقدم المغربي يعني طبعا غريبه الامور هذه هو متقدم وتحصل معاه لا ايه شوف زيرو شفت خطا شوف قلت له شوف يعني التفت الى ايه انه كان حديث وهزه ايه الراس هذه ايه يعني انه المفروض انه يركز ما يركز خلاص اذا البندقيه مثلا صار عندك مشكله في انت حل الميكروفون هذا اي لازم تعيد نفسك مره ثانيه تجهيز رفرش من اول شيء لاخر شيء نعم ما اقدر اسوي الريفرش واخطا الطبق شفت شلون مع العلم ترى اول طبق نعم احنا قلنا يعني ماشي ستريت الحين شفت تاثير الطبق اللي اخطا عليه خلاص دخله في حسابات نفسيه شوف راح تشوف بعينك عبد الرحمن الفيحان على الشاشه نشوف الحين تابع شفت طالع الرامي المصري عنده 4 اخطاء ورا بعض قلت لك فقد تركيزه خلاص خرج من المنافسه يعني خرج من المنافسه اللبناني الي خطا واحد وماشي الحين طبعا
بين اللبناني وبين اللبناني والمغربي يعني بين المركز الاول المغربي نعم اي اذا اللبناني يعني الخط المغربي ابو حسين صارت من مصلحة اللبناني اعتقد الخط الطبق صارت من الاقرب للاستفادة من اللبناني القانون يقول لك احنا نبي اول الاول والثاني من 15 طبق نعم. اكثرهم من اللي جاب الاكثر شيء هم راح يلعبون الثاني نعم. الحين على سكورين على سكورين الحين هم المغربي واللبناني اللي هو 12 و13 شوف 13 لان سابقهم بطبق شوف اللبناني اخطا اخطا المغربي شوف قلت لك الاخطاء يعني تجي ورا بعض اخطا مره ثانيه قال لي شوف بعد هذا الطبق راح شنو تنتج عنه فعلا ضغط 10 اطباق ولا خطا اخطا رقم 11 قلت لك انتبه اخطا رقم 12 الان المراحل حاسبه الاطباق اعتقد اعلى نعم اعلى اعلى نتيجتين الحين راح يلعبون على المركز الاول والثاني يعني يضمن ميداليه ذهبيه او فضيه ذهبيه الان لو اخطا المغربي طبق راح يتعادل مع عبد الرحمن نعم راح يصير عند عبد الرحمن تشانس يلعب تلاحظ المثال يلعب على الاول والثاني الاول والثاني نعم 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 نتمنى ذلك نتمنى عبد الرحمن الفيحان يصيب نعم. الطبق ونتمنى باين النتيجه 11 تلاحظ الحين الحين اذا بحال اخطا ابو حسين نعم الحين يدخل. نعم الحين اللي هو شوف الحين الضغط الرامي يعرف انه اذا اخطا طبق هذا نعم. راح يطلع من المنافسه فالحين اخر على قولتهم اخر الزبده هذه أخطأ. شوف أخطأ إيلي مثل نعم إيلي خلاص اللبناني الحين يعني اللبناني مضمون يلعب على ميدالية اللبناني مضمون نعم ضمن إنه يلعب على الميدالية مع إنه أخطأ في آخر شيء آخر لكن طبقين طبعًا نعم. هني نروح نشوف نبي الحين المغربي إذا أخطأ برا يلعب الثالث الرابع تفيد عبد الرحمن الفيحان طبعًا خلاص يلعب الحين حاش الطبق شوف يلعب خلاص على الميدالية الذهبية الأول الثاني مع اللبناني نعم هو شوف الحين طلع من شو اسمه راح دش الفريق اللي دش حد الان يعني مبين اذا حاش عبد الرحمن يلعب معاهم لا فعلا صح كلامك بالضبط 13 عبد الرحمن بين المغربي وبين اللبناني الاول والثاني بين المغربي واللبناني المركز الاول والثاني الميداليه الذهبيه والفضيه نقول عبد الرحمن الفيحان راح يمكن يلعب على عبد الرحمن وفهد وطلال الثالث والرابع راح يبين معانا الراميين اللي راح يلعبون على المركز الثالث والرابع حاش عبد الرحمن الحين عبد الرحمن راح يلعب على المركز وهذا فهد الدحاني فهد الدحاني معاهم حاليا عندك طال عمرك 13 و13 راح يلعبون على المركز الاول و12 راح يلعبون على المركز الثالث والرابع بس قبلها راح يكون في براج بينهم راح يطلع واحد منهم بين الكويتين الثلاثه راح يطلع واحد منهم يلعبون عبد الرحمن طلال فهد وعبد الرحمن وطلال فهد دعاني نعم. وعبد الرحمن الفيحان وطلال الطرقي نتمنى التوفيق ونتمنى يعني برونزية للكويت وأيضا تفيدنا في المجموع العام وأيضا من رواية الخرطوش من بداية بسكيت والدبل تراب وتراب أبطال الكويت أبي أذكر المشاهدين نعم. أن اللعبة هذه ظلمت طبعا فهد دحاني طبعا ظلمته ليش لأن القانون الجديد دش الفاينل ولا كأنك أنت رميت قال أبو مجيد نعم. طبعا هذا نعم ظلمت فهد لأن فهد كان متقدم عن المركز الثاني متقدم عنه بتقريبا خمس أطباق بأربع أطباق يعني هذا شيء ردت الإعادة أربعة من أصل 15 وأنت في السليم نعم أنت يعني مرتاح فارق داش مرتاح نعم. لكن القانون الجديد لغى هالشيء هذا كبداية جديدة أصبح أشبه بكرة القدم نصف النهائي نعم هذا المغربي يعني نعم. يكون معانا نعم. نشوف شو اسمه الكابتن نعم. زكريا نعم زكريا حياك الله على الهواء مباشرة تلفزيون دولة الكويت المدرب ان شاء الله ان شاء الله المدرب اوعدنا نعم يعني المدرب وعدنا بعد صوت نعم. مشفي المطيري نعم. لنادي زكريا وايضا محمد الدحاني مدير منتخباتنا حقهم يعني انا لو كنت مكانه ما راح اقبل ان الرامي يحضر هاللقاء هذا ابعد عن الضغط تقبلوا ونتقبل
نتقبل طبعا منهم هذا العذر لان في مراحل حاسمه والوقت ضيق والوقت ضيق ووعدنا زكريا كنا بناخذه على الهواء ونقول انت دخلت المركز الاول والثاني فالمدير الفني او المدرب الخاص في هذا الرامي يعني قال ان شاء الله بعد النهائي وفعلا من حقهم وهذا حق مشروع انا شخصيا اوعدك اجيب لك ومعاه ميدالية ان شاء الله كفو ان شاء الله وهذا عبد الرحمن فيحان على الشاشه الان اسمع قلنا بين عبد الرحمن وطلال وفهد حاليا نشوف عبد الرحمن وطلال وفهد ثلاث رماة من الكويت نعم طبعا يعني ضمننا برونزيه الحمد لله احنا كنا نتمنى ابو مزيد ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله يعني ما يطل عمرك كل الاستعداد مطلوب الجاهزيه مطلوبه الثقه انا اسميها ولكن يبقى نسبه معينه انا شخصيا اقدرها 20% اللي هي هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى تحط بين قوسين تكتب شانس انا ما احب كلمه شانس احب كلمه توفيق من الله سبحانه وتعالى العالمين فعلا نعم. نعم. انا الحين شو انت قاعد تشاهد الحين الجيل الذهبي مع الجيل الصاعدي نعم في الدحاني طبعا ينظروا له مراحل طبعا ينظروا له مثل مع بطل عالمي اولمبي نعم فهذا هذه خبره يكتسبونها في في الفاينل طبعا شوف فهد دحاني يعامل طبعا اللاعبين الصغار يعاملهم معاملة انهم كانهم داشين فاينل بطولة عالم مع بطل عالمي نعم شوف تركيز لهدف معين نعم. يعني يقصد نعم. فهد يزرع فيهم الثقة حتى البطولات نعم. المحلية يعطيهم الثقة يعطيهم الثقة فهد كلمة يعني طبعا هذه مميزات البطل يعني الحين إصابة نعم صحيح. الحين اللي طبعا اللي راح يخطي الطبق راح يطلع راح يبقى بين اثنين اللي هم راح يلعبون نعم. جوله كامله 15 طبق نعم. طلال الرشيدي نعم شوف طلال الطرقي اصابه نعم اصابه يبقى عبد الرحمن الفيحان ونشوف منو اللي راح يلعب على المركز الثالث والرابع ومنو سيخرج بعد اخفاق الطبق إصابة عبد الرحمن عبد الرحمن إصابة نعم مرت عليكم المراحل هذه طبعا هاللعبة طبعا الطريقة جديدة لكن مر علينا الشوتوف الشوتوف اي نعم مر علينا انا كان اخر شوت على طلال راح آخر كان لي اخر شوتوف كان في بطولة العالم على دخول الفاينل كان بيني وبين إلر الامريكي و هاكان دالبي السويدي ومعاي الاماراتي شيخ احمد بن مكتوم وصراحه كان يعني براج بلديات قوي جدا وانا اخرجت السويدي في البدايه وبعدين اخرجوني احمد الحشر مع الامريكي هاكان ما زال يعني رامي نعم. السويدي مشارك في البطوله نعم. انا سبق قلت لك راح طلال فعلا كلامه دحاني طبعا محمد مجد دحاني كلامه نعم فهد دحاني بارك اللاعبين طبعا شوف. انا شو تتوقع انا كنت متوقع ان فهد يطلع لان فهد طبعا من الصبح من الساعه 4:30 طبعا لا مواصل لحد الحين في اجواء البطوله وتلاحظ قالوا كم ابتسموا يعني بوصل نعم. يعني قالوا مبروك وكملوا نعم. مثل اللي يقولهم الرايه معاكم ترى الرايه معاكم نعم. شوف كفيت ووفيت يا ابو ساير ما قصرت وذهبيتك مالت امس للحين احنا نحتفل فيها مالت دبل تراب وهذا فريقك وذهبيه فريق ايضا حصل عليه فهد دحاني بالاضافه لعبد الرحمن فاليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى حصلنا طال عمرك على ذهبيتين احنا فرق وفردي نعم نعم طبعا المدرب يواسي طبعا انه يقول بس مو متاثر يعني فهد طالع يعني راضي بال قول معي راضي بالنتيجه وهذا النظام الجديد اخوانه الصغار موجودين طبعا يعني شوف هذا الجيل اخوانه الجيل الاول اللي هم الجيل الذهبي نعم الجيل الذهبي صلاح المطيري عبد الله الطرقي هذا الجيل الاول الجيل الثاني مش في المطيري نعم. حمد العفاسي نعم هانا خالد المضاف مجموعه نعم. يعني زيد نعم. زيد المطيري نعم. الجيل الثالث الحمد لله قاعدين نشوفهم كامل جونيور من عيال المغلد اللي فازوا اليوم عبد الرحمن فيحان بطلنا اللي موجود وهذا اعدادكم انتم وتعبكم ومجهودكم نعم. وتوجيهاتكم وبشتركم بخيرنا في جيل رابع بعد ان شاء الله قاعد يعطي نتائج بعد طيبه ما شاء الله ان شاء الله يا رب الحمد لله يعني هذا دليل ان النادي بخير والرياضة بالكويت بخير الحمد لله هذا رابع جيل من فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرماية الكويتية بخير الحمد لله ونقول الرماية الكويتية عالمية يعني الحمد لله احنا الجيل الرابع اللي هم تحت 16 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن وعندنا اثنين متأهلين
بنرافقهم ان شاء الله, نرافقهم راح ارافقهم شخصيا ان شاء الله, راح يروحون للصين ان شاء الله عندنا بطولة الله. عالم شهر 8 للصين ان شاء الله, بطولة العالم للشباب هي نعم الاصغر من الجونيور نعم 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 نعم, نعم. الله يوفقهم ان شاء الله. آمين. الثالث والرابع راح تروح عند عبد الله الطرقي يبغى شيء يقول طبعا المعلوميه احد ابنائي طبعا راح يشارك البطوله ما شاء الله منه ناصر على اسمك طبعا ناصر ونعم 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 ما شاء الله يحفظه ويخليه اربعه ان شاء الله باذن الله. عندنا ناصر الخالدي في التراب يشارك, وعندنا يوسف المطيري في التراب, وناصر ولد الرامي مشفي, وعندنا بدر ولد البطل صاير الدحاني اللي هو عمه في الدحاني. الله يعني جميل جدا اسماء يعني, وكلهم اهلهم رما يعني طبعا يعني لما نشوف عبد الله الطرقي ويا طلال نعم. توجيهاته نعم. بكره نشوف مشفي ان شاء الله ويا ناصر وتوجيهاته نعم. ناصر ما شاء الله يعني انا مشرف على تدريبه ونتائجه يرمسكيت طبعا نتائجه ممتازه ما شاء الله ناصر. ولما سوينا لهم تصفيه تاهل بجداره لبطوله الصين, وحنا الحمد لله يعني زين في الرمايه ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني ونعم بالله. احنا نختلف عن كره القدم ان اعطني نتيجه واقول لك انت طبعا بالفريق ولا برا الفريق نعم نعم هذا كره القدم يمكن فيها شوي حسبه مدرب, احنا لا كم نتيجتك اللي تعالى على حسب ايه اللي على حسب نتيجتك ما عندنا واسطات ما في شيء ابدا ايه الواسطه يعني انا ارمي 120 ما تاخذني ما تقدر نعم واسطتك هو الميدان داخل الميدان الميدان تثبت وجودك فيه وهذا اذكر مش في المطيري قبل كنت اتابعه نعم كنا قعدنا على اعصابنا اليوم محلل معاي وزميل معايا يعني. الان لاول مره في بطوله عربيه لاول مره في بطوله عربيه اني خارج الفاينل, وهذا يعني شيء يحزنني, لكن اللي مش صراحه يعني مثل صدري اني انا متواجد بينكم الحمد لله وعلى تحليلكم واتابع نعم اتابع. يا ابو حسين انت نتيجتك كانت لها الفضل في ذهبيه الفريق نعم, انت ما خرجت خارج المنافسه, انت خرجت خارج الفردي لكن حصلت على ذهبيه فريق مع حمد العفاسي وفهد الدحاني نعم نعم. يعني اول امس يوم كانت في نتيجه الفريق كانت جميله جدا طبعا, مش في ولا حسمها بالنهايه نعم, نعم. نعلق الحين ونشوف ايه عندك الحين عبد الرحمن يلعب على المركز الثالث ومع طلال طبيعي ترى فارق السن بينهم سنتين يمكن لكن نعم. عبد الرحمن خبرته اكبر نعم. عبد الرحمن عبد الرحمن اكثر خبره طبعا اول مره يدشون براج مع بعض اول مره هذه اول مره اول مره انا اول مره شاهد صراحه طلال مع عبد الرحمن إيه؟ طلال عنده طبقين خطأين طلال كبدايه, وانا سبق وتكلمت وقلت لك ان عبد الرحمن الفرق السنتين هذا صارت خبره لعبد الرحمن وصارت نعم طبعا في شغلات مهمه جدا اللي انا يعني شاهدهم هم طبعا يعني قله خبرتهم هم الحين سريعين في الجوله المفروض ان يبطئون من حركة طبعا الابطال العالميين دائما يبطئ من حركته نعم شوف نعم. قاعد يخلصوا كانهم بيخلصون الجوله بسرعه يعني بيخلصون المفروض هذا يعني شيء المدرب المفروض لازم يأشر لهم انه اخذ وقتك انت عندك 12 ثانيه تجهيز وعندك طبعا اخذ وقتك مو تاخر من ما تطلع لا 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 تاخر يعني قبل لا يطلب وقت قبل المستحق وقتك المستحق نعم نعم ما له داعي تمسك البندقية بسرعة وترمي بسرعة ناشف نعم شوف بسرعة صراحة يعني بسرعة البراج بينهم يعني الجولة سريعة كلام أخوي حسين عن تم يعني مثلا لو اثنين من الكبار اللي عندهم خبرة تلقى التوقيت مو بسرعة يرمون أرمي واخذ وقتي أخوي حسين وراي يرمي واخذ وقتي ايه. لكن شباب صغار ما شاء الله من تنزل البندقة ذاك الثاني رفع خلاص رفع ايه نشوف الحين بعد تكررت نعم طلال الطرقي على الشاشة الآن إصابة طبعًا طلال عنده أربع أخطاء ثلاث أخطاء عفواً ثلاثة فصاير الفرق بينه وعبد الرحمن ثلاث أخطاء عبد الرحمن ولا خطأ لحد الآن ولا خطأ نعم طبعًا فرق أربعة. الخبرة يعني شوف طبعًا. الخبرة طبعًا شوف الخبرة تفرق مع كل لاعب نعم وعبد الرحمن حاليًا شوف لو كان داش الفاينل في نفس الروح هذه اللي يعني في نفس التركيز كان حصل على ميدالية احسن من في البرونزيه تكون ذهبيه و نعم طلال اخطا نعم. قبل شوي اشرت كان طلال على طلال نعم. نعم. وقلت مثل ما تفضلت نعم. ان عبد الفيحان طبعا بونو اصابه شوف انا شوف بين الطبق ما انكسر بس طلع منه الدخان يعتبر اصابه طبعا القانون هذا تغير اتحاد دولي غير القانون هذا بفضل الكويت يعني هذا شيء يعني يمكن ما يعرفون المشاهدين ان
كان الله يذكره بالخير خالد المضف في أولمبياد سيدني، وكان متواجد يعني الشيخ أحمد فهد رئيس اللجنة الأولمبية أنا ذاك كان متواجد، وكان قدمنا احتجاجنا أن راحت علينا ميدالية برونزية، وكان الاتحاد الدولي يعني مو صارم في لعبة في بالنسبة للطبق أن إذا انكسر إذا طلع منه دخان يحن يحسبونه، كانوا ما يحسبونه، فلما صارت التقديم الاحتياج تغير ظلم. نعم كان المفروض هو الثالث كسر الطبق، ولكن لا ما اللاعب الإيطالي ما كسر الطبق، طلع منه دخان، فيعتبر بالقانون اللي قبل أن حتى لو طلع منه دخان وما كسر الطبق مو إصابة طبعا. وفبعدها تقريبا بعد الأولمبياد بأسبوعين، شوف السرعة يعني الاتحاد الدولي ما يصدر قرار إلا بعد يعني بعد مداولات وإيه، فبعدها بأسبوعين طلع القرار إن اللي يخطي في اللي يحوش للطبق في حتى لو طلع منه بودر يعتبر إصابة. وهذا يعني الحمد لله يعني القانون هذا يعني أضاف يعني سكورات جديدة للاعبين، كانوا يعني ما يكسروا الطبق، كان يدخن الطبق، ف يعني رفع السكورات رفع النتائج. طيب يدخن أبو حسين من غير لا ينكسر؟ شوف عبد الرحمن يقول لك شوف الـ أنت مثل الهرم، إذا تطلع بعدين إذا لو انفرطت واحدة خلاص ينهار اللاعب. شوف وراء بعض عبد الرحمن كذا أكثر من مرة أكررها أن عبد الرحمن يفقد التركيز بعد خطأين. شوف تابع شوف نعم تابع هذا النظام الجديد ثلاثة الحين نعم. في طال عمرك في شيء اسمه أنا لما أدش وأنا عارف النظام أقدر أكيف نفسي، بس لما أدش على نظام جديد وما في فارق أطباق وأنا أرمي 120 غيري أرمي 110 ينافسني على الذهبية طبعا يصير فيها ردة فعل. شوف الحين البطولة هذه امتصت كل اللي عندهم، أنا أتوقع البطولة الجاية اللي هي بطولة صاحب السمو أمير البلاد المحلية البطولة المحلية راح تشوف اختلاف بالنهائي، أرقام أقوى واجد، العالم بدوا يستوعبون هالنظرية، وهذا من الأسباب اللي خلتني أشارك اليوم بشوف شو الوضع بالضبط. الوضع بالضبط طبعا باقي طبقين على النهاية، متصدر الحين عبد الرحمن في حال عبد الرحمن معنا كان فارق عن بس ثلاث أخطاء غاب التركيز عنه، ثلاث ورا بعض كان ماشي بالسليم. الحين طلال يبي واحد من عبد الرحمن نعم ثلاثة بأربعة حاليا نعم. نقول خلاص باقي طبق، إذا حاش عبد الرحمن إذا أخطأ طلال عبد الرحمن الأول بدون لا يرجع نعم. ولو ما أخطأ عبد الرحمن ثلاثة ترى ما له داعي نكمل هاللفة هذه خلاص انتهينا، ولكن قانونيا لازم تكمل نعم. قانونيا لازم تكلم للرقم بس للرقم نعم. صاب طلال خلاص ينتظر الحين طلال من آخر طبق نعم آخر طبق آخر طبق ونشوف من اللي يروح المركز الثالث، ونشوف اللي يحصل على المركز الثالث. أشوف تعاد عبد الرحمن. نفس القصة قبل شوي. نفس الكلام اللي قبل شوي. نفس الكلام تكرر. نفس الخطأ نفس. شوف. ونفس النتيجة 11. نعم. عاد هني نقدر نقول هني خبرة الرامي نعم. هني تلعب الخبرة صح. يلعب دور الخبرة. نفس اللي حصل مع السلوفيني أول. الرامي نعم عبد الرحمن السلوفيني نفسه طبعا حاليا الحين ما راح يصير في جوله، راح يصير طبعا بلنتيات مثل بلنتيات. اللي ما يحوش ممتاز خلاص يودع يودع نعم. طلال يعني حظه نعم انه تعادل يا عبد الرحمن نعم. كان عبد الرحمن فارغ عطاي ورد عطاء الرحمن ضدله ابو مجد ملاحظين الانطلاقه بينهم وكانت الفرق اربعه يعني نعم. كان يريح يقدر يريح نعم. عبد الرحمن الفيحان تركيزه يعني ولا هدر ولا طبق، عبد الرحمن عبد الله الطرقي يريح طلال اخطا الحين اللي اذا عبد الرحمن حاش راح خلاص انا اقول مبروك مبروك عبد الرحمن فعلا مبروك فعلا مبروك كلامك صح طال عمرك كلام ما جاء من خبرة كلام ما جاء من خبرة طبعا هم أصدقاء يعني هم أصدقاء نعم نعم واضح من الصورة واضح الحالة اللي صارت الحين لما أنا تعطيني البطولة وأردها لك بعدين تقول لي شتوف وتخطي مرة ثانية أقولك اسمح لي ثاني مرة أنا ما أقدر أردها لك بالضبط خلاص وقلت لك أنا نقول مبروك قبل لا يرمي نقول مبروك والف مبروك الكويت كلهم عيالنا وكلهم رماتنا ابتسامة طلال الطرقي ما يحتاج طلال يعني والد عبد الطرقي ونعم يعني والد بطل نعم عالمي نعم. وأيضا نشوف أيضا التهاني من فهيد الدحاني نعم نعم فهيد الدحاني يعني انتظر هذا فهيد يعني شوف يعني شوف لا بالروح فهيد شوف ابتسامته
هذا المدرب توم طبعا هو اللي قاعد يدرب الفريق كله. توم نعم. شوف المدرب شلون يكلم طريقته يعني الصورة نعم. تتكلم ابو نعم اي نعم صورة تتكلم. وفي في احيان المدرب غائب فيها اي مشاكل فنية فهيد اللي يعالجها. فهيد يردون لفهيد نعم. فهيد يعالج الجميع نعم. جميع الالعاب سواء سكيت تراب ولا تراب من خلال خبرته. نعم من خلال خبرته من خلال خبرته وشوف يوم قام من المكانة نعم. وهنا اللاعبين نعم. طبعا فهيد الحالي هو طبعا يقدر يطلع من الجولة ويروح خلاص يروح يريح بس لكن تابع يبي يتابع ويشجع اللاعبين هذا شيء يحسب له يعني هذا يعني الحضور صراحه يشجع اللاعبين. اذا تلاحظون حاليا الاول والثاني ان شاء الله متابعهم راح يرمون 15 طبق باذن الله تعالى. اللبناني نعم. الي والمغربي زكريا عاد هني نعم. هني راح انا شخصيا واعذر عن كلمه انا قلت المغربي اللبناني خبرته اكبر واجد. انت تمدح باللبناني من بدايه تقول اللبناني انك تعرفه عن انا عارف الشخصيه خبره هذا الي وهادي وانا اليوم قاعد اشوفه بقمه مستواه. شوف اللاعب المغربي ناسي النظارة الثانية على رأسه. شوف يعني ترى ناسيها يعني ناسيها يعني متى راح يستوعبها بالأحراض النظارة لا يمكن مني يسدد أو قبل يسدد نظارة الثانية المفروض ما تكون على رأسه يعني. إيه اللي على الكاب اللي على الكاب النظارة هذه شوف يعني دقيقة يا جماعة إحنا يوم نتكلم ونقول ونشرح يعني من حتى المسببات الصغيرة تأثر على اللاعب عبد الرحمن الفيحان المركز الثالث طبعا ذهبت البرونزية إلى الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان برونزية العربية طبعا عبد الرحمن يستحي طبعا من ويستحق البرونزية وابتسامة جميلة من الرامي عبد الرحمن الفيحان ألف مبروك طبعا معانا في هذه اللحظات الرامي عبد الرحمن الفيحان عبد الرحمن مبروك قلت لك مبروك مبروك الله يبارك حياك عبد الرحمن اول شيء بدايه الله يعطيك الصحه والعافيه نشكر جهودك يعني الحمد لله اضافه لنا اليوم تكون معانا وبعد هذه المرحله مسابقه برونزيه انجاز يسجل باسم الكويت في البطوله العربيه تابعناك اليوم من خلال طبعا المسابقتين كانت اليوم المسابقة بطولة الأمير وأيضا انتقالا إلى البطولة العربية بطل واسم لامع في سماء الرماية الكويتي عبد الرحمن الفيحان بعد هذه الجولة شو تحب تقول حق إخوانك وحق المشاهدين الكرام والله الحمد لله خلصنا البطولة تعب شوية تعرف يعني رامي فاينلين ومع الفاينل شوتوف كسر تعادل بعدين دشينا على فاينل البطوله العربيه اجهاد وشوتوف بعدين انا واخوي فهد الدحاني وطلال خلصنا من شوتوف دشينا فاينل 15 طبق تعادلنا انا وطلال وردينا مره ثانيه شوتوف يعني يوم مرهق الحمد لله ما طلعت الميداليه من يعني سواء انا فايز فيها ولا طلال ولا فهد الحمد لله كلنا واحد كلها باسم الكويت يعني ما في فرق بيننا الحمد لله واشكر المنظمين على البطولة الحمد لله انتهت بنجاح فعلا لا شك انها بطولة كانت مميزة والكل شاد في هذه البطولة طبعا المسابقة اللي كانت قبلها البطولة اعتقد البطولة المفتوحة جراند بري نعم. بينك وبين السلوفيني بيني وبين السلوفيني كان طابق يعني كان فيها تقريبا صار بيننا كونكت يعني كونكت بالضبط يضيع صارت اسم الله كتب خلصنا الفاينل متعادلين دشينا على الشوتوف الله كتب لنا نصيب الحمد لله خلينا برونزية عرب وذهبية فريق نعم الحمد لله زميلي يعني المحلل الجديد القديم مش المطيري عنده سؤال ابو حسين تفضل انا شفتك شاهدناك بالفاينل بس عندي سؤال يعني صار معاك في الفاينل اكثر من مرتين معاك بالفاينل المفروض ان انت تركز بالفاينل يعني صار معاك خطأين ورا بعض وعندك ثلاث اخطاء ورا بعض المفروض انك انت انا ادري انك فكرت ان تحوش بس تركيزك قل صح. ليش شنو صح. السبب مو تركيز قل صار عندي زيادة حرص نعم زيادة الحرص مع الـ 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 الإصابات الأطباق زاد مثل ما تقول الحماس عندي وصار حرص فما قمت انتبه على الطبق صار تركيزي على السلاح أكثر يعني تصير معي ورا بعض مرتين ثلاث مرات بعدين شوية يعني قلت خلاص يعني شتوف فاينل تعبنا صراحه زين وسؤالها وفي عندك انت في بدايتك تكون زينه وفي المنتصف
تبلش تعطي أطباق للمنافسين الثانيين، وفي الأخير ترجع مرة ثانية وتحاول أنك تركز وترمي زين. أنا عند هذا يعني يعني في شغلة مهمة جدا، هي المنتصف، في المنتصف دائما أنت في دروبات. نعم في دروب بادي مرتاح. نعم أنت شوف بدايتي كانت حلوة، صار عندي بالمنتصف ما تقول حرص، ترى السالفة كلها على الحرص ولا التكنيك ولا كل شيء، بس صار عندي حرص أوصل للطبق مفروض أرمي، لا أحرص زيادة، يا أرمي وراء يا أرمي فوق يا تحت، هاي يسمونه زيادة حرص. هذا صار فيني، عدلناها بالشتوف الحمد لله. والله كتبنا البرونزية، خلينا مبروك تستاهل والله. استاهل عبد الرحمن، لاحظنا الجولة الأخيرة بينك وبين أخوك طلال الطرقي كانت شريعة صح ولا لا؟ بسرعة بسرعة إيه سريعة، ما سريعة يعني ما متعودين على طلال يعني، لأن رتم معين بالجولات داش معاك لا فاينل فعارفين يعني بعض، يرمي خلص أرمي، في ناس ينطرون في ناس لا، أنا وطلال حارب حارب عشان تركيز والحماس. ابتسامة جميلة، ميدالية أجمل، بطولة ولا أروع مثل ما عودتونا أبطال الكويت، وصولك منصات تتويج وأسماء لامعة في عالم الرماية. عبد الرحمن الفيحان شكرا لك وألف مبروك لأهل الكويت ولك هذه الميداليه. شكرا عبد الرحمن، وشكرا على الاستضافه اليوم، على التحليل الجميل. شكرا شكرا الله يوفقك، وشكرا نشكر مشاهدينا الكرام. حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكويت وضواحيها. طبعا نتابع وياكم الان النهائي مسابقه التراب بين اللبناني طبعا ايلي، وايضا المغربي كريمي زكريا بين المركزين الأول والثاني الذهبية والفضية. هذا مثل ما أنتم شايفين على الشاشة الآن، المغربي عنده خطأ زيرو، عنده خطأ. أبو حسين شو تقول؟ شوف الحين تعادل. الحين تعادل. تعادل الحين يبدأ يبلشون يعني، خلنا نقول اللفة الثانية راح تشاهدها، راح يصير في ضغط، راح يصير في ضغط على اللاعب واللاعب الآخر، راح كل واحد يحسب للثاني وتقعد يعني الحسبة، أنا أخطيت أنا حشت أنا كذي يعني، راح يصير في ضغط عليهم. شكرا عبد الرحمن. اللي راح يتحكم بعصابه، اللي راح يتحكم في ضغطه هو راح يفوز طبعا. جميل جدا. شوف الحين آخر 9 أطباق. آخر الحين 5 أطباق، آخر 5 أطباق. 5 أطباق. آخر 5 أطباق. نقدر نقول الذهبية والفضية اليوم. هذه الذهبية والفضية. بين المغرب ومصر. بين المغرب ومصر. نعم. البرونزية راحت. عفوا عفوا. المغرب ولبنان. المغرب ولبنان. نعم. نعم. الخطأ طبعا مو محسوب. ما شاء الله من الصبح إحنا موجودين. نعم. كلهم أخوان. نعم. الحين الخمسة الحين. راح يبلشون الخمسة. شوف الحين هني اللي يقدر. طلال. يركز. شكرا طبعا مر علينا طلال الرشيدي، طلال الطرقي الله يعطيه الصحة والعافية، وكان مميز اليوم في هذه المسابقة. أبو حسين شو نقول الحين؟ شوف حاش الطبق الجزمة راح يب لازم هني هني بعد أهم حاش بعد أنا أقول اللي يكون اول. نعم. هو اللي راح يخف عليه الضغط، اللي هو اللي يرمي اول منه اللي المغربي هو راح يخف عليه الضغط. شوف يخف. الحين راح يخف يعني ما شاء الله. الحين دخلنا في حسابيا. نعم. توقعات محمد مزيد الدحاني مدير منتخباتنا يقول ايلي، يعني يقول لك راح يحسمها ايلي، يعرفه مع العلم انهم متعادلين ترى حاليا، بس مش انا طيري يقول المغربي. نعم. انا اقول المغربي، انا مع الحكام لان كويتيين الحكام. هذا المغربي كمل مثل نتابع وياك. يعني طبعا المغربي عطاه 1-0. ما له شغل فيك، هذا اللي انت وقعته. انا صاحب الحين مهطى. شوف عمليه كسر الي من داخل قوي جدا. الي انا اعرفه شخصيا من داخل قوي جدا، والي اذا مسك رمايته يستمر فيها. جميل جدا. في الختمه دايم يختم صح. الي شايفين على الشاشه الان الي الرامي. نعم. الي طبعا زيرو. نعم. زيرو. قلت لك خلاص الحين يفكرون بعض، انت حشت انا حشت، فراح يصير في تفكير. شوف
طبعا شوف الحين فتح البندقية الحين الضغط بين الحين الضغط راح يصعد الضغط عنده يعني كم طبق باقي ابو زيد وحسين يعني باقي له باقي له اربع اطباق الحين اللي اخر مره اربع اطباق الاستعداد والجاهزيه الرامي اصابه شوف الحين اي الحين عندهم باقي لهم اثنين كل واحد اثنين شوف اثنين أربعة. اي نعم احنا قلنا اربع اطباق الاثنين هم يعني كل واحد اثنين باقي له اثنين الحين اثنين على شو اسمه يعني حد الان نعم. التعادل نعم المستوى واحد نعم. والتعادل وحد الان تقول ايلي اللبناني وايضا ابو حسين نعم. تقول المغربي نعم. انا ما اعرف يعني توقعات زكريا انا ما اعرف بالضبط يعني يمكن محمد بخبرته اكثر لا انا العب دبل ف لا محمد عارفهم اكثر مني يعني لان انا متخصص في لعبه الدبل تراب نعم محمد من قبل كان رامي تراب فهو يعرف عارفهم عن غير نعم. محمد شوف هالشده هذه تعود عليها إيه رامي يمكن الشده هذه لما تشد تخليك تطلع مع الطبق شو انت شان اصابه كامله لكن محسوب ما جات الاصابه سنتر آه. ليش من تحت اخوي مشعل ما وصل خلاص نعم. كل واحد يقول ما اقدر اغطي الطبق كل واحد يقول الحين الهديه يبي يعطيني اياها الهديه نعم كل واحد ينتظر الهديه الحين من الثاني الرامي الاخر نعم. طبعا ممتاز الي بس اخر طبق اذا اخطا ما زال نعم ما زال الحين الاخير المغربي اصاب طبعا حاليا يلعبون مره ثانيه تعادل نفس ما حصل مع طلال مرافقنا هذا ترى من بدايه التصفيات بالضبط اي مع العلم انت لو تقول الرامي تراب انت ترمي 15 طبق 11 من 15 ما يرمي 15 من 15 نتيجه متواضعه لكن بالنهايه تحصل بالنهايه تحصل ولكن في الادوار التمهيديه لا مستحيل بالادوار التمهيديه ما ينافس اللي كذي مستواه نعم. صعب ينافس نهائي بما يعني تنحصر على لاعبين نعم نعم فيزيد الضغط اي طبعا لو انه اكثر من لاعب يمكن ما راح ينافس مثل ما ذكر ابو مزيد الان طبعا اي الحين راح يصير فيه اللي نفس ما صار مع عبد الرحمن ويا طلال الحين وقبلها ويا الاخ المصري مع السلوفيني بالضبط خلاص الحين اي طبق تخطي واحد خلاص انت تخطي واحد وانا احوش واحد انحسبت ما نكمل 15 انتهت ال 15 انتهت ال 15 نعم شلون طال عمرك كرة القدم ربع ساعة إضافي بالضبط لما تجيب هدف أول ربع ساعة ما يصفر الحكم يعطيك الوقت يكمل طبعا صح ال 15 دقيقة احنا عندنا 15 طبق بدل 15 دقيقة بالضبط ممكن الخصم يسجل بالتعادل ايوه ممكن الوقت الضايع يسجل صح الحين انتهى الوقت خلاص جميل جدا هذا جو سالم طبعا رامي سابق قديم ورمى البطولة هذه بس طبعا هو يعني في التراب نعم وهو نعم. مدرب إلي على فكرة هو مدرب إلي نعم وبطل مخضرم جميل يعني صاحب انجاز الاخوان اللبنانيين يمتازون بلعبة التراب فقط التراب بالذات ابطال فيها الاخوان اللبنانيين البداية طبعا عند اللبناني نعم طبعا قرعة هذه تصير نعم شوف دائما الرامي يبي يصير هو الاول البدايه هي افضل شيء انا عندي بالنسبه لي انا لما احوش اسوي ضغط على اللاعب ولما اخطا اسوي ضغط ولما احنا يسوون لنا قرعه طال عمرك لما يسوون القرعه يقولوا لك اختار ايش تبي الاول تبي الاول ولا الثاني ايه لو تخيرنا 70% من الرماه يقول لك انا ابي الاول سواء حشت راح تنضغط انت بعدين اخطيت هم راح تنضغط في نسبه قليله ما يستحمل الضغط يبي الثاني بالضبط يعني اللي يطلب الثاني خسر ضغط راح تكون الحسبه على الاول نعم. الاول الثاني يدخل في ضغط اكثر نعم صح لان شو يقول الثاني هو قاعد برا يقول حاش لازم احوش واذا اخطا قالها لازم احوش عشان اخلص اي بالضبط في كل الحالتين انه يبي يحوش نعم. ويكون مضغوط فيها يلعب فرصه واحده الاول يلعب فرصتين يعني يختار دائما الاول او نعم. البدايه نعم. طلقه البدايه ابو حسين نشوف الحين التركيز من ايلي اللي رشح ابو مجد هذا اصابه لا واثق رميه ما تغير ايلي بس نذكر المشاهدين الكرام ان هذه نهائيات مسابقه تراب في البطوله العربيه المركز الاول والثاني الذهبيه والفضيه
طبعا وشاركني في هذا التعليق وهذا الحديث. طبعا البطل العالمي مشفي المطيري ابو حسين الله يعطيك صحه والعافيه، وايضا مدير منتخباتنا الوطنيه للرمايه محمد مزيد الدحاني الله يعطيكم الصحه والعافيه. جميل المنظر الميدان. نعم جدا جميل جدا. إيه نعم صح جميل جدا المنظر نعم الجو اليوم بعد ما شاء الله. رحب ايضا في زميلي الاعلامي غريب الغريب الله يعطيه الصحه والعافيه شعله من النشاط. اي نعم يعطيك العافيه جهوده واضحه اخوي غريب. ابو غريب يعني جهوده واضحه اصابه الاصابتين وكذلك اصابتين اللاعب اللبناني إيلي. نعم. إيلي نعم تجهيز بغية المرحلة شو يسمونها أبو مزيد؟ هذه خلص أنت تسوي كلوز على كل شيء برا بالضبط عندك بندقية ومسافة. شوف شوف الحق مو ريفريش نسويها ولا ريفريش بعد الخطأ بعد الخطأ. نعم. اللاعب اللبناني نعم. شوف حط الكرتونة كبرها خلاه عشان ما يشوف ما يبي يشوف حسين اخوي اللاعب اللبناني راح ياخذها. ايه راهن الفاينل اللي قبله ومشى كلامي المراهنة مش على شاهد. نعم وهذا ثاني فاينل ثاني شتوف وهذه اصابه بعد هذه اصابه عززت من موقفه ولكن انت ابو حسين الكره في ملعبك في التعليق تفضل. انا اتمنى يعني اتمنى ان يطول الفاينل هذا صراحه عشان نستمتع معاكم. انا اقول لك راح يطول لان الاثنين هادين ما شاء الله ما زال تعادل. ايه نعم التعادل احنا دائما المصطلحات الرياضيه نقول التعادل عادل التعادل عادل المصطلحات الرياضيه التعادل عادل بس بالنسبه اعتقد للرماد لا يقول لك انا استحق الاول الثاني يقول لك انا اللي استحق الاول وانت فعلا شوف هالرجل رمى 120 مثلا شنو فرقي عنك انا هي بس التوفيق الله سبحانه وتعالى ونعمه بالله ولكن اللي يحسم الميدان طبعا طبعا الميدان طبعا والبندقيه والطبق هم اللي يتكلمون ويقولون كلمتهم الاخيره طبعا من اللي يقدر يسيطر على اعصابه من البدايه للنهايه نعم راح يتوج وما زال التعادل الخامسه مستمر. الخامسه خطيره الخامسه خطيره قال الخامسة أبو حسين الخامسه خطيره اتوقع انا اتوقع ان السابع الحسم الخامسه خطيره ابو مزيد يقول السابع الحسم وراح ياخذها اللبناني هاي توقعاتي انا ابو حسين يقول راح ياخذها المغربي الخامسه خطيره اتمنى الحمد رويسان صراحه ابو خالد الله يعطيه الصحه والعافيه يعني متواجد وشعله من النشاط رئيس لجنه الحكام يعني شوف طلع لزاويه 45 درجه حاشا هذه اصعب الزوايا متمكن نعم لما قلت لك اللي متمكن متمكن صراحه هذا المغربي ايضا المغربي يعني هني 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 تدوبل هذا الفرق اللي خلاني ارشح اللبناني تشوف شلون قاعد يبطل مع ان النزول يعني فتحك البندق هذا زين بس انه يعني في بعض اللاعبين يزيد عنده شوف بسرعه شوف ركب بسرعه شوف شوف ركب نزل فتح ثاني مره نزل شوفي شوف الحين شوف الحكم على طول تكررت في المراحل اللي قبل ايوه الحكم نبه الحكم على طول بطل ثالث يعطي انذار في الحالة هذه شنو عدم تهيئة الرامي يعني طبعا في في طرق احنا نعرفها يعني تقدر تخلي الحكم ما يعطيك انذار يعني في طرق ثانية نقول شيء مر مصوبي يعني يعني في شغلات تعديلات يعني يعني تعديلات نعم وكذا بس انتبه زيد الضغط عليك هذا زيد الضغط اي طبعا نعم بس عند من رامي تستاهل خلاصك عند الحكم اي طبعا بالضبط خلاص انت اخذت حقك وزياده نعم بعد ان سويت شيء بخصم عليك طبق معناتها الميداليه راحت خلاص راحت عليك الميداليه وصارت من صوب الخصم نعم غير ما يرمي خلاص اي خلاص يقدر يحسمها الحكم طبعا طبعا يعطيك انذار بس احنا نتعامل الحكام يتعاملون بروح القانون دائما نعم هذا نشوف على الشاشة الآن إيلي اللبناني إيلي ما شاء الله ما في مجال يعني أنا قايل لك طبق هذا من أي زاوية دائما محمد صراحة توقعاته يعني دائما تكون في مكان صائبة أي والله صراحة يعني أنا صائبة. أنا حتى لو يعني دائما محمد دائما بطل بعد فتح أيضا يعني واضح واضح الارتباك على الرامي المغربي اعتقد انه يخطئ اخطا فاز وفاز اللبناني
مبروك للبنان مثل ما توقع محمد مجيد الدهاني السابع ولا السابع بالضبط. يعني انت خبير في هذا المجال غربك اللي طبق السابع واللبناني هذا اهم شيء. لا إلي بعين من البداية أنا قلت طبعا طبعا إلي الرتم ما تغير. طبعا نبارك ذهبية البطولة العربية للرامي اللبناني إلي اللي قاعد نشوفه الآن يتلقى التبريكات من أعضاء الوفد اللبناني وأيضا من زملائه وأصدقائه. هذا طبعا مبين على الشاشة الرامي اللبناني إلي وذهبت الذهبية لهذا الرامي. الفضية ذهبت إلى الرامي المغربي زكريا وألف مبروك لهذا الرامي صاحب الذهبية العربية هنا في الكويت والبرونزية لزكريا من المغرب. البرونزية أيضا ذهبت إلى صاحب المركز الثالث إلى الكويتي الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان وترتيب الفرق الكويت. ألف مبروك طبعا الكويت تصدرت هالبطولة. ألف مبروك الكويت بترتيب الفرق تصدرت. يعني نقدر نقول كم أبو مزيد أحسب طال عمرك عندنا اليوم ذهبيتين ومع الذهبيات الست اللي قبل هاي ثمان ذهبيات أضف عليهم أربع برونزيات أربع فضيات وبرونزية. جميل جدا الكويت تصدر ترتيب الفرق وبفارق لا يغل عن أربع ميداليات عن أقرب منافسين لها اللي هو المركز الثاني أو الوصيف. نعم نقدر نعم نقول نعم. ألف مبروك الكويت يعني تنظيم هذه البطولة وأيضا المركز الأول رئيس اتحاد اللبناني لابس أحمر هذا نعم. طبعا هذا توه ما صار له تقريبا يمكن شهر أو شهرين ترأس اتحاد وهذا طبعا فال خير عليهم فال خير عليهم وإن شاء الله يكون يعني الاتحادات العربية في مقدمة الرماية العالمية. نقدر نقول سيد مشفي المطيري هل من كلمة أخيرة أبو حسين؟ أول شيء صراحة أنا أقول الله يعطيك من عافية ما قصرتوا اي والله ما قصرتوا وان شاء الله الى الامام. صراحه اخراج ابداع صراحه المعدين من جميع النواحي التلفزيون ما قصر وان شاء الله كنا خفيفين عليكم وتحليلنا و حق واجب يا اخي الله يسلمك حق واجب. كل الشكر لك ابو محمد ابو مزيد الدحاني رئيس منتخباتنا الوطنيه للرمايه على عجالة. كلمة أخيرة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أشكركم على تواجدكم معنا. لا شكر على واجب. طبعا يمكن الإخوان اللي يسمعونا والمشاهدين يشوفونك معنا صار لك أربعة أيام بينما الحقيقة أنت صار لك عندنا 11 يوم يعني ضيف صار لك عندنا 11 يوم وما قصرت بصراحة. تلفزيون الكويت شهادتي فيه مجروحة. أنا أتوقع القنوات صارت الرياضية تقريبا خمس عند الأخوي مشعل. نعم بالضبط بالضبط. قبل إحنا كنا نقول تلفزيون الكويت بدأت القنوات الثانية تأخذ الأضواء منه من استلم الشيخ سلمان يعني ابو صباح وشهادتنا في مجروحه بان الاهتمام بتلفزيون الكويت الاخوه في المجال الرياضي خصوصا في المجال الرياضي خصوصا عموما يعني مو بس الرمايه. يلا شاكر لك وابارك لاهل الكويت كل ابوهم على تصدر الكويت للبطوله الغاليه وان شاء الله منها الاعلى رماتنا. وسامحونا جاء من قصور طال عمرك وشرفتونا. احنا اللي تشرفنا في طبعا معاكم وتحليلكم وشكرا كل الشكر لكم وكل الشكر ايضا لمشاهدينا. كنا معاكم ببث على الهواء مباشره من مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرمايه لهذه المسابقه. ننتقل معاكم الان الى مسابقات اخرى بعد فاصل قصير.